المشاكل هي كيف ما كانت فهي ما زالت عليه، لأنه كما قلت حنا الحمد لله تنعود نوضع دائما مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، تنعود ننتظروا نتمنى أنه الله يشوف من حالنا ويشوف من حال الفريق. حنا صراحة كما قلت سيتي اون اكسبريسيون دو كولير، لأنه الأمور وصلت لواحد الحد اللي ماشي كما قلت المسألة المادية، أحيانا تيولي شوية كرة الاعتبار هي اللي تضطر الإنسان. بور لانستون حتى شي حاجة ما تغيرتش، جوكرو كيلو سيتي بريفي باش نجلسو لما تتقرب المباراة. جات الظرف تاع الوفاة تاع الأب تاع اللاعب الزبيري حتى هي ظرف طارئ، مي جو كرو كو اون فوا با ميتر مصلحتنا حنا قبل مصلحه الفريق. مي جو كرو كو يان انسومبل دو بوان كي نون با اونكور ايتي كليرسي، كي نون با اونكور ايتي ريغلي. هادشي اللي هادشي ما بديناش حنا، حنا اللي علينا العمل ديالنا راه تنديروه مستمرين. هل هذا من خطا الدماغي ولا من خطا شكون؟ انا مون طرافاي اللي سور لي زونترينمون بريباراسيون دو ليكيب جوي لي ماتش. المسائل الاخرى التسويه تاعها ما بيدياش، لانه راه انا اللي بيديا راه هو سي اتر توجور لا او كوتي دي جوار بريباري لي ماتش. ما جعلش هاد المعطيات تاثر عليهم لا في التحضير ديالهم لا في التمارين ديالهم لا لي ميزون فير لا في لي ماتش. جو كرو كو اونكور اون فوا سي لا اون ايتي بوزوان لي جوار اون ديمونتري لا هما لا ستاف تكنيك لا ستاف ميديكال لا الطاقم الاداري انه الحمد لله راه كما عطانا السي مهدي اليوم اونكور ان اكزومبل، انه دائما حنا راه اوني لا بيان سور يفو با ما تنكذبوش على راسنا. اي انسان تيدخل لهذا الميدان تيبغي الشهره تيبغي اشياء اخرى، ولكن كما قلنا دائما هذا تيخصو يكون ان روتور، ماشي هي الغايه الاولى. الغايه الاولى سي توجور ديفوندر ديك الامانه اللي تتعطاك وهي الدفاع على القميص، ترفع من القيمه ديالو. جو كرو كو سي سا لو بيت. بطبيعه الحال الاشياء الاخرى كما قلت راه ما بديناش، نتمنوا الناس اللي بداو من الحل يلقاو معنا شي حل ان شاء الله.